مساء الخير. إذن أعزائي المشاهدين، مرة جديدة نحن وياكم من اكتساب انرجي من كرة السلة. بداية النشيد الوطني لبنان ومن بعد نشيد عمدمن. يستضيف فريق بيبلوس بمباراة منتظرة بشكل كبير كبير، مباراة قوية، جمهور مبنية. خبركم عن الجمهور اللي اليوم عم يواكب هالمباراة. بالفعل يعني من فترة طويلة طويلة، من قبل الثلاث ساعات الملعب مليان، عم يتسابقوا مين بده يقعد قبل الثاني. الملعب طايف إذا فينا نقول، وهولي كلمة خبطه قال يعني إذا نادي هومنتمن بيعمل ملعب يمكن 10,000 شخص، ممكن ال 10,000 يقدروا يملوه جمهور هومنتمن، لانه بالفعل عم يكون جمهور وفي جدا جدا لفريقه، الفريق يلي عم يعمل صدره مباريات متلاحقه بشكل ممتاز، حتى يعني عم يكون في هالمباراه رغم انه لايف ستريمينج في كثير كافيات عم تعتمد هالمباراه على الانترنت لايف لحتى يقعد جمهور هومنتمن يتابع المباريات، وهيدي شغله لافته. ما فينا غير ما نرفع القبعه لجمهور هومنتمن بالفعل. يقترب وصلها لديكسر يلي بيسدد على الارض. الثلاثيه ناجحه، محاوله ثلاثيه ناجحه. كندي ترنس لادر بيسدد المسافه المطاف، بتوصل طويله لترنس لادر تحت السله. ترنس لادر جيل المدرب البوسني على الابد، ترنس قاسي جدا، وترنس لادر عم يسجل نقطه ثانيه. لادر ترنس لادر باسكت نبيل لصنع ديكسون كمان. ما معقول الطريقه يلي سجل فيها ديون ديكسون تحت السله. ليون ديكسون، ليون ديكسون، ما معقول، شو حلوة شو حلوة. 12 نقطة لصفر ليون ديكسون. لاعب بالفعل بيوقف الجو، بيحلق هليكوبتر بكل معنى الكلمة. وتابع هجومية والقطتين لصالحها، ونقطتين بسجلهم هاي دفاعي لترنس لادر. عم بسيطر اليوم ترنس لادر. ديون ديكسون، جو فوغل بسجل الجول. هل هو جي يونغ بلاد؟ ديكسون بسدد على الارض. ترنس لادر تحت السله لحاله، ذكيه تمريره ديون ديكسون، باسكت ان لترنس لادر. من كل العالم على الويب سايت وعلى شاشة، على أي شاشة فضائية. إذا نأمل أكيد بأسرع وقت. ترنس لادر بسجل نقطة 15. يا سلة ثلاثية عم تتسجل. ترنس ليون ديكسون بسجل. ليون ديكسون بسجل ديون نقطة 21. ولعت المدرجات بهالوقت. اسمعوا شو عم بيصير.
حماسية مجنونة قوية هالمباراة، وجمهور أقل شيء فينا نقول عنه رائع رائع رائع. يعني أكيد لاعب سادس بامتياز وقوي. خمس دقايق و40 ثانية متبقي، مومنتمن عم يتقدم بفرق التاتي، مقطوعة من ترستادا لديون ديكسون يلي بروح على السل، 4 ثواني متبقي. هاي لا 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 لا، ما معقولة تسديدت هاي، 10 رياضة هاي، هيدي الثلاثية الخامسة لفريق مومنتمن الأولى لهاي، سدد وسجل وأعطى التقدم لفريقه. واسمعوا من جديد شو عم بيصير بالملعب. عم جيب بخلص المباراة وبيكون في فرق 12 نقطة، 91-79 هون المتبقي. دقيقتين ونص لنهاية الجيم. الدقيقتين وثانيتين تفصلنا عن نهاية المباراة. مومنتمن 53-54 لا فريق بيبلوس. جو فوغل بسدد على الارض، لا 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 لا، ما معقول. ثاني ثلاثيه لجو فوغل بالمباراه، بعيد التقدم لفريقه بنقطتين 56-54. تمام ضيع الثانيه وريباوند دفاع لديون ديكسون. مايك فريزر صاد امام ضغط جمهور مومنتمن. تايم اوت جديد للمدرب بوشيليتش مدرب فريق بيبلوس. 43 ثانية متبقي لنهاية الجيم. مومنتمن 52-54 بيبلوس. 43 ثانية بتوصلنا على نهاية المباراة. لوحة رائعة لجمهور مومنتمن بأرض الملعب. 43 ثانية متبقي إذا. جي جي بسدد بسدد بسدد، ما بينجح بالمحاولة، متابعة ما بينجح كمان، وباسكت والحكم والمباراة عم تنتهي بفوز فريق مومنتمن على بيبلوس بفارق نقطة. ولاحظوا شو عم بيصير بالملعب، 58-57 فوز غالي غالي لنادي مومنتمن على فريق بيبلوس. بيبلوس اللي تلقى خسارته الخامسة ببطولة لبنان لكرة السلة، مومنتمن بحقق فوزه السادس ببطولة لبنان. مباراة رائعة جدا قدر حسمها رجال المدرب البوسطي آلان أباس، وفازوا فيها بفارق نقطة 58-57.